البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع صحاك؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في الاحوال جيده باذن الله. كنتمنى لكم الصحه والسلامه وطول العمر، وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم، وشكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم. اليوم البنات ان شاء الله باذن الله غادي نحاول نطبق لكم الرشمه اللي ديجا هضرتكم عليها ديال المبره ان شاء الله. ديجا انا خدمت الصدر كامل، ولكن دابا غادي نحاول نطبق لكم ان شاء الله طريقه كامله ان شاء الله باذن الله. هذه غنطبقها لكم، وبقاو معايا. المشاره ما خلاتنيش نخدم. المهم البنات كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، بقاو معايا غادي تشوفوا الطريقه ديالو. يلا تهلاو ليا فراسكم البنات. مهم كما كتشوفوا دابا انا خديت الرشمه ديالي، هذا لكم الصدر اللي رشمته. بالنسبه اللي قلت لكم خديت القادوس الطويل، غنخدم بالقادوس الطويل هذا. خديت دميعات، هاد دميعات ديال الخيط، وخديت دميعات ديال لي سيستراس هادو ديال الحبه، وخلاص خديت زومرود. هادو هما الالوان اللي خديت، وهذا الشيء اللي خديت. غناخذ واحد الحبه ديال الزمرد. بالنسبه للبنات الرشمه اللي كتشوفوا فيها هانتوما، شوفوا كيفاش كندير كنخدم، ماشي ما كنتعذبش كاع، حيت الرشمه كتمسح المبره، كتمسح لكم الرشمه. غادي نشد الخيط والابره، غادي ندير زمرد هنا في الوسط تاع الورده، ها فين كتشوفوا هكا. راه البنات انا كنخدم والمشاره كطور، ما خلاتنيش نخدم، كتمشي ليا الحوايج هكا. وندخل نفس هنا. دابا نحاول باش يبان لكم. دابا شنو غادي ندير؟ نحاول هانتوما غادي نحيد حبه نتاع الخيط الضر باش يجيني ساهل. غنشوف شكون هي اللي معكداها باش نخدم، باش تشوفوا كيفاش كنديروا. نحاول نحيدها، انا غنحيد هكا، يعني كتبقى لي رشمه باينه. ها انا درت لكم هذه الطريقه باش تسهل عليكم. غادي نجي هنايا هنا، غناخذ حبه ديال القادوس هكا، غادي نجي نحطها هنا. ها هي، نجي الجهه الاخرى هكا نفس الطريقة. نحط القادوس قدام هنا باش ونجي عاوتانيها فينا وكنخدم. فيما نخدم شي حاجة نحيد الخيط ديالو باش ما يجينيش في الطريق، وكنخدم مرتاحة ما كنبقى حتى شي مشكل. وحنا كنكملوا حتى كنساليو الرشمه ديالنا هكا، وندورو على الرشمه اللي عندنا هكا، حيت المبره البنات شويه صعيبه الصراحه في الخدمه ديالها، ماشي في الخدمه، في الرشمه هكا. ملي كتكون عندنا رشمه ديال المبره صراحه راه كتجي شويه قاصحه هكا. نحاول نوقف الكاميرا حيت راني معذبه. هكا وندور، وانا غادا كنحيد في الخيط هكا، ونشد ونخدم هكا. عاود نجي هنا نشد القادوس هاك، وانا كملت الرشمه الوسطانيه هاك. هذاك سمعتوا شي صداع؟ عرفوا غير المشاره ما طولون جاتني.
انتم البنات وصلنا هنايا، غادي نجيها فينا هكا نخدم. دابا غادي نخدم المشطات الفوقانيين، يعني ندير الفوق هكا نرجع فينا عافينا ونخدم لازقة دوز ونجي قدام هادي هكا ونحيد هادي. يعني نحاول نبقى نتر الخيوط باش نخدم مزيانة. نجي عاود هنا هكا حتى دقيق قدامي، ولا شفتو شي عقيقة مهرسة هاد القادوس طويل حيدوها البنات. علاش؟ حيت كيقطع ليكم الخيط. الله، يعني تفادوا المشاكل، يعني حاجة اللي غادي تضركم تفادوها احسن. شتي انا دابا كنحيد وكنخدم، يعني كيبقى لي طراس ديال الخيط ديال الحاشية ديالي غندير فيه القادوس كيبقاو باين، ما عندي ما نبقاش مشكل هكا. ايوا دابا انا غدا وكنحل جهه، يعني ما عنديش حتى شي يعني شي حاجه اللي غادي تعذبني في الرشمه، يعني الرشمه عندي واضحه هكا. مثلا كن هكا عاود حتى كنكملو. نتوما دابا غندير معكم هادي حتى الاخر ديالها، وديك الساعة التعمار راه ساهل هكا. ندير الخيط راه قريب يتسالى ليا وانا معكم. بقات حبه ديال اللي غادي تشد ليا هنايا ونبدل الخيط. انتم البنات صافي البنات حنايا غادي نكملوها باش نعمرو الخدمه الوسطانيه، يعني غنعمروها ان شاء الله الحجيرات ميعات. هذا البنات هذا القادوس هذا ماشي ديال هذا، راه ديال الزجاج خدمتو زوينه، ولكن خاص الانسان يحاول عليه باش ما يتهرس لكمش بالمرمى. هانتوما كيفاش جات. دابا غادي نعمرها بالعقيق، بقاو معايا. هانتوما دابا غندير هنايا غندخل بالجناب هكا، ندير هاك ونخرج لي الخيط ونجي هنايا لتحت شويه ندخلي بلا الداخل وندخل حيت فيها اربع العوينات هكا ونزير وندخل هنايا نفس الطريقه ماشي الجهه الاخرى. حاول ديما انا البنات ملي كنبغي ديما كنقولها وعاود كنقولها، انا فيما كنمشي نبغي نمشي اتجاه الاخر خاصني نعقد عاد ندير. علاش؟ باش ما تخفياش الخدمه. مشي عاوتانيها فينا هكا وانا غادا. ديجا انا هاد الطريقه راه ديجا طبقتها لكم مشترف عندي، راه ديجا كاينه عندي فلاش اللي بغى يشوف هاد الطريقه واضحه. غادي جا انا حطيتها ديجا دايرها في القناه، غادي جا الطريقه ديالها نخدم رشمه بالقادوس.
هكا البنات حتى كنكملوا شي جهه اخرى وهي غاده، يعني راه ساهله، راه غير كطلع نفس الطريقه حتى كنكملوا. هانتوما تشوفوها كيفاش كطلع هكا. وحنا كنخدمو هانتوما شتو. المهم غندورو عليها كامله، بقاو معايا هانتوما البنات كيفاش جات. دابا غادي نعمر الجناب ديال الورق. خديت دميعه هنايا في الحاشيه هكا جهه فينا ونفص معاها طلع شويه الفوق، ونعاود حيت خصني نضرب جوج ضربات ماشي غير ضربه واحده. واخا الخيط فيه على اربعه خصني نثبتها مزيان هكا. نمشي الجهه ديال الراس ديال القادوس ندير واحد العقده بعدا. انا ما كنرتاح حتى كنعقد عاد كنرتاح عاد كنرتاح خصني عقد، الا ما عقدتش ما كنكونش مرتاحه هكا. باش نمشي ندير الجهه الاخرى خصني حتى هي نعقدها باش ما يترخف لكمش العقيق، العقيق البنات هكا. ونخرج ونثبت حبه ديال الزمرد. شتي فين درتها؟ درتها هنا في الراس هكا هكا، ونعاود ثبتها حتى هي مزيان هكا. ونعقدها حتى هي باش نمشي الجهة الاخرى عاود هكا هكا. وندير التميعة ديالي هنايا عاود صافي حتى كنكملو الزواقة اللي عندنا بهاد الطريقة البنات هكا. نجي هنايا في الوسط وندير هكا بهاد الطريقة حتى كنسدو الخدمة ديالنا صافي البنات. صافي غادي نحاول ندير معاكم واحد الحبة ديال الزمرد ونكمل هاد الدورة هادي ونرجع معاكم كيفاش نخدم هاد القوارص هاد هكا صافي. وحنا غاديين المهم غادي نحاول نكمل دابا هادو بهاد الطريقة وانا معاكم انتوما ها كيفاش جات البنات كيفاش زوقتها. دابا غادي نجي هنايا في الراس غادي نحل الخيط. شتي كنحل الخيط غادي نجي هنايا ديال الاخرى هكا. غادي ندير حبه ديال القادوس نحاول نحيد هادي وندير هكا ونطلع شويه الفوق منها شويه هكا. ونهز عاود ثاني حبه بهاد الطريقه ونطلع شويه الفوق طلع شويه عاوتاني هكا. نهز حبه ديال طلع شويه الفوق وهي كتعمر طلع شويه. نحاول نحيد الخيط باش ما يتعرضليش في الطريق نطلع شويه عاود هيا. بقات لي ضربه وحده حيت كندير خمسه ديال الحبات ديال القادوس طلع هنايا صافي. هيا نمشي الجهه الاخرى نعقد الخيط باش نخدم جهه اخرى صافي. عقدت الخيط باش نمشي الجهه الاخرى ننتقل نجي هاو ثاني النص ديالها ونفص معاها هكا. ونهز الحبه ديال القادوس ونحاول نحيد الخيط باش هكا ونحطها هنايا بلاصة الخيط طلع شويه الفوق هكا. نهز عاوتاني قادوس نطلع شويه الفوق كنطلعو غير بشويه بشويه هكا. عاوتاني نطلع شويه نسحبها نطلع شويه الفوق نحيد هاد الخيط هكا. نحاول
شويه شويه ماشي بزاف هكا. اخيرا دابا بقات لي حبه الاخرى هكا ندير هنايا انتما كتشوفوا شفتوا كيفاش جات. بالنسبه لهنايا غادي ندير الدمعه، غادي دابا نلصق الدمعه، بقاو معايا نعقد الخيط وانا معكم. انتما غادي نجي حاول نجي هنايا هنايا ندخل الدمعه نخدمها من هنايا هكا نجيبها اونفاس مع هنا ونشوف هكا. حاول نبيلها شويه باش ما تجينيش عوجه هكا. ندخل الدمعه ديالي ونحطها حدا هكا هكا كيفاش. دابا غنعقدها باش نمشي للجهه الاخرى. انتما البنات كيفاش شفتوا كيفاش درت ليها، حاولت خدمت هاد باش ما نضيعش الوقت ونشارككم معايا عاوتاني هاد الاتجاه هادي نفس الطريقه البنات. هانتوما نحيد هاد الخيط نحيدو باش نخدم على راحتي. يعني هو بالنسبه لما قلت لكم البنات راه هو كيبقى باين ليا دابا التقيبات راه كيبانوا ليا. غنجي هنايا هكا ونخدم، يعني ماشي شي حاجه صعيبه الصراحه. ديروا هاد الطريقه ديال بالنسبه لكم غتخدموا بالقادوس، حتى الا كانت شي رشيمه خفيفه ديال برص تقدروا تنشفوها على يديكم الا ما عندكمش الماكينه، حيت المبره كتمسح ليها الرشمه، واخا تهزي رشمه كتمسح. المشكله ماشي غير كتمسح، مشكله حتى ملي كترشمي كتخرج لك رشمه غليظه، يعني الرشمه كتدخل بعضياتها كتخسر لك كاع الرشمه. اللهم اما ديريها بالماكينه دوزي الرشمه على الماكينه ولا دوزيها على يديك، خصوصا الا كانت شي رشمه خفيفه احسن حاجه ديريها هي ديريها على يديك، ولا كانت شي رشمه يعني عامره من احسن دوزي عليها بالماكينه تراسيها بالماكينه عاد كملي صراحه باش كتبقى لك الرشمه ديالك. اما لا خليتيها وكتخدمي باش تكملي الجهه الاخرى ما كتخرج لكش بحال بحال. المهم هكا نفس الطريقه نخدموا الجهه الاخرى. المهم بنفس الطريقه نكملوا الخدمه ديالنا هكا. نحاول دابا نكمل معكم هذه وباش نوريكم النهايه ديال الخدمه. راه كيبان ليا دي طراس ديال الخيط اللي حيدت راه بان ليا، ما لقيت حتى شي مشكله. هذه ما بغاش تدخل، ونتابعوا العقيق راه كيكون مهرس باش يتخدموه ويقطع لكم الخيط. نتابعوا البنات حيت انا غادي نوريكم شي حبات لقيتهم مهرسين، او ماشي غير حبات لقيت بزاف. ها نتوما كتشوفوهم ماضيين في الشناب، راهم ماضيين راه مهرسين. المهم ردوا البال الحجر، سواء حوايجكم اللي غتخدميهم سواء الحوايج ديال الناس الكليان ما خصكمش تستغنوا هكا. صافي هذه هي الطريقه نفس هذه نكملوا ونوريكم النهايه. المهم البنات انا كملتها، دابا غادي نوريكم القفطان كامل ان شاء الله. البنات المهم هذا هو الشكل النهائي هوك كيفاش درت ليه في الصدر. نحاول باش ميبان ليكم شطو. المهم هذا هو الشكل ديالو، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو البنات. هاكا شتي هذا قفطان هي بغاتو مولاتو غير هاكا، مولاتو بغاتو هاكا وهادو الكميمات خلاص هاكا. المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو اليوم البنات، ونتمنى يعجبكم الشرح يكون واضح
وشكرا لكم، ما تنسوش اللايكات البنات، اللايكات 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 اللايكات، وشكرا على الدعم ديالكم، وكنقول لكم كنبغيكم، وكنقول لكم تهلاو ليا فراسكم، تهلاو تهلاو تهلاو، وشكرا بزاف، مع السلامة.